والطاقه كانت مفتوحه كي تيراها رشقت هنا ديريكت في البلاص كي ضربت الحجره ديتها هنا بلا ما نقول لك انا على الخلايا اللي تحكمك والخوف مكسرين الحيط باش يقطعوا ضربوه بحجرة كبيرة كسر القزاز خللوا في عينيه يبيعوا الخضرة عملوه نصبوا فيها وقفلوه الكي بيش كامل مداري فوق الكي وقفل وراه تهدر معه يقول لك مشي ورزق باباه دوك نوصل البحر وتقول راك في فلسطين ماكش في علابة تعرضت للرشق بالحجارة وأداز لي أضرار بالغة يعني على مستوى العين مواطن يعاقب مواطن الله غالب اسمحوا لنا شاب قبل ما درا صافي دي صاني دي صاني السلام عليكم وزن طرا تشوف صوب 120000 الكيلو قداه 300 سينيالي كاطونطا دو فول لي تيلفون اي ايكليس او نيفو دو لا فوا خلاص داكور شكرا بارك الله فيك بسرقة الكابلات الكهربائية والتجهيزات الموضوعة على طول السكة الشروق تحقق الاثنين التاسعة والربع على شروق نيوز